طيب انا بقى مش هقول لكم لا دراسات ولا ابحاث ولا اخبار، قول لهم انا هقول اطلبوا لكم النكتة. ابراج. نشوف الفلك بيقول ايه في الموضوع. طبعا في ابراج للستات بتكون اكتر حظ، بس مش اكتر حظ ولا في الفلوس ولا في الشغل ولا في اي حاجه، اكتر حظ في الجواز. اكتر الستات حظ في الجواز. دايما احنا عارفين ان الجواز عامه انا بحسه هو طبعا رزق ونصيب وكل حاجه، بس في حته برضو ايه حظ، ان انت ربنا يديكي مثلا زوج صالح يراعيكي يدلعك. يعني اهم حاجه الدراسه دي عن صالح دي. الستات بس. انا ابتديت احس بصراحه ان احنا متجاهلين الرجاله. صح. ندى ابتديتي قالوا ندى خشي في الفلك خشي. لا اكتر ستات حظ في الزواج هم ثلاثة بس، انا ما اعرفش هم ليه ثلاثة يعني، ولا انا ولا برجي ولا برجك فيهم طيب اصلا. الحمد لله. اول برج، برج الحوت. طبعا برج الحوت مش بس محظوظ ان هو في ثانية واحدة الجواز، اختلف. ده عمرو دياب غنى له يعني. اختلف. احنا واللي بيتفرجوا عارفين ان برج الحوت مش محظوظ. كملي 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 ماله بس، احنا عارفين. كملي بس. اتغنى له ولا ما اتغنى في السي في يا باشا؟ اتغنى له وقتها. كملي بس. كملي. طيب من ابراج برضو الاكتر حظا برج الحوت، عشان ست الحوت بتتميز بالعقلانيه شويه، ست عقلانيه في نفس الوقت عندها مشاعر يعني كويسه وحساسه، فهي بتعرف تعمل ميكس بين ان هي ازاي تسيطر او ازاي تمانج حياتها الزوجيه، وفي نفس الوقت تكون فيها رومانسيه وحب. تاني برج، برج الثور، لان ست برج الثور من الشخصيات الواقعيه اللي بتعرف تتعامل مع اختلاف عقلانيات الراجل. طبعا انتوا عارفين الراجل يعني مش كل الرجاله زي بعضها يعني، كل واحد ولا كل ليه طريقه. طبيعي ما جبتيش حاجه، ما قلتيش معلومه جديده يعني. ولا كل الستات يا جماعه. طبعا ولا كل العيال ولا بس كل الكلاب ولا بس القطط. ست برج الثور بتعرف يعني تتعامل مع عقليه الراجل، يعني ست مريحه بالمعنى البلدي، بتعرف ازاي تريحه، ازاي تدخل له دخله معينه، ازاي تسكت دلوقتي، ازاي تتكلم دلوقتي، فهي شاطره قوي في الحته دي. اخر برج، برج الجوزاء، لان ست الجوزاء ست مرحه ولطيفه جدا. لا بالعكس، مش هبه خالص. ده اللي هو ايه السمعه الوحشه عن الجوزاء على فكره. لا هو برج اوكي، متخلف، هم فعلا هو ذكي جدا. لا وفعلا هم انت عارفه المود سوينجز اللي عندهم دي بتخليهم كل شويه بحال وكل شويه جديده، فتحس ان هي ست متجدده. فالله انا عايز اتجوز اربعه دي في منها كتير يعني، بتعمل حاجات كتير قوي. ايوه ومرحه كمان ودمها خفيف وبتعرف امتى يعني اللي هو ايه نخشى يعني بمعنى اصح، فهي بتبقى شاطره جدا في الحياه الزوجيه او مع زوجها يعني. ماشي. بس كده. انا ممكن اسال سؤال؟ ايه ينفع ولا هيبقى محرج؟ لا قول. هو ليه دايما كل الدراسات ستات؟ ما انا سالت دراسة. السؤال ده دلوقتي. ثانيه واحده بس، ده انا كنت في صفك دلوقتي، انت ما خدتش بالك يا باشا؟ فوق راسنا، فوق راسنا والله. احنا دايما يعني نفس المصلحه، بس ليه يعني الدراسه دي بتطلع الستات ابراج الرجاله؟ نعرف احنا بقى منين؟ انا لو عايز اعرف برجي انا دلوقتي عليه. مثلا احنا في الرجاله ده سالك ولا مش سالك؟ لا اتكلمنا. لا هو كده كده هو كده مش سالك. سكه ودغري يعني. ثانيه واحده بس، انتوا الاثنين في نفس النفس. ها ستوب. ابوكي مش سالك؟ اكيد في اوقات مش بيبقى سالك. جوزك مش سالك ساعات؟ اكيد طبعا مش سالك. اخوكي مش سالك؟ ده اكتر واحد فيهم مش سالك. جوزك مش سالك؟ لا بقول لك انت سيبي ولا ايه؟ اسد يا معلش 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 معلش. انت عايز اروح؟ لا لا ثانيه واحده بس، ستوب. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. جوزك مش سالك؟ سالك. ابوكي مش سالك؟ ثانيه واحده بس. لا ده بابا ده سالك جدا، اصل هو بيتابع. انا مش ثانيه واحده بس. اخوكي مش سالك؟ لا ده مش سالك. ولا 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 جوزي سالك، هو ابويا بس. حبيبي حبيبي. المخرج، المخرج مش سالك؟ لا مش سالك. مين المخرج مش سالك؟ هيقطعك من المونتاج. ودلوقتي معانا خبر. انا بعرفكم اهو على الرجاله السالكه اهو، عمال ده كميه رجاله سالكه كتير. وليد مش سالك؟ صنباطي مش سالك. عامة عامة هو الرجالة مش محتاجة حظ في الجواز خالص. مش محتاجة حظ مش في الجواز؟ ليه؟ محتاجة شطارة. بالظبط. شطارة؟ عارف ليه بقى؟ يعني ايه شطارة عشان يعني؟ عشان تعرف تهندل بيتك يا حبيبي يعني، عشان تعرف تهندل بيتك كده، فأنت محتاج تبقى شاطر كده، واد حلو وقلبك سايلك. ايه الله. تبقى واد حلو يعني وقلبك سايلك. فانت والله الراجل محتاج ان هو يبقى شاطر مش محظوظ في الجواز لسبب، لان هو الراجل الشاطر هيعرف يهندل بيته. انت مثلا شاطر في شغلك فهتعرف تجيب فلوس، فهتعرف تظبط نفسك تعرف وتظبط انت حياتك فكده. تعرف ايه اجيب انا فلوس عشان تتقلبيها؟ طبعا مثلا بوب يعني هو الراجل هيبقى محظوظ مع مين ولا مين ولا مين؟ ما برضه يعني الراجل يعني 5 و5 ايه الراجل هيبقى يعني محظوظ مع مين ولا مين؟ ما مش طب في دايما حاجه بتقول لك ان الست الحلوه دايما بتبقى مظلومه وبتبقى مش محظوظه قوي يعني. بالعكس
لا ده لا طبعا ترو. انا ممكن اديكي كذا مثال لحد وسيم متجوز واحده غير وسيمه عادي، دي المشكله اصلا طبيعي. لا الجمال نسبي، انت ممكن أيوة تشوف أيوة. تشوفني انا شكلي كويس، حد تاني نص نص، حد تاني دي فظيعه ملهاش علاقه يعني. بس دي لازم نعملها حلقه لوحدها، ما دام قلت كده وطولت لسانك يبقى لازم نعملها في حلقه صورهم. تانيه. ليه نجيب صورهم؟ أفشت. هم تايهين. معايا خبر برضو في قصه الحظ والكلام ده كله. فشاب جزائري في بلجيكا، انت عارفه في الدول الاوروبيه بيعملوا اللي هي يا نصيب وبتاع اللي هي اللوتري واللوتو والكلام ده كله. فشاب راح جاب بتاع من تذكره من بتوع يا نصيب دول وبتاع، وكسب 250,000 يورو. واو. حلو كل ده لغايه دلوقتي جميل. في اي دوله في العالم لما تروحي تقدمي التذكره بتاعت اليا نصيب دي عشان تثبتي على فكره انا اللي كسبت، لازم يبقى معاكي ايه؟ اثبات شخصيه. حلو. الشاب ده بقى ولا معاه اثبات شخصيه ولا معاه ورق ولا معاه اي حاجه تماما تثبت ان هو الشخص ده. واضح ان هو ممكن يبقى متسلل، ممكن حاجات كتير يعني ممكن. ما علينا ايه قصته يعني. فالتذكره دي مع القضاء البلجيكي، والقضاء وهو بقى بيحاول مع المحامين بتوعه ان هو بقى يخلي اهله يبعتوا له اي حاجه يثبت ان هو مش عارف ايه عشان يقدر ياخد المصلحه اللي طلعت له. طب هي ما ينفعش ان هو تبقى باسم حد تاني وينصصه؟ ازاي؟ ما هو اللي كسب البتاع واكيد مدون اسمه في البتاع. هو معهوش يعني بطاقه او باسبور او ايا كان يثبت ان هو ده هو، صح؟ ما هتلاقيه غير شرعي، ما هو بيبقى فيه كتير كده. بس ده عيني يعني ده توقعي، الخبر ما بيقولش كده، بس توقعي واحد من غير ورق ولا اي حاجه تثبت ان هو يعني. انت رحت يا عيني، ده حظ قهر.